السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم أحياء للصف الثالث متوسط. اليوم عندي ملخص الفصل الخامس، جهاز الدوران، صفحة 68. جهاز الدوران هنا تعريفه، تعريف جهاز الدوران هذا حفظ. مميزات جهاز الدوران أيضا حفظ، يعني يقول عرف جهاز الدوران وما هي مميزاته. مكوناته من الدم والبلازما، الدم من الدم والكريات الدم البيض وكريات الدم الحمر. الدم يتألف من، تعريف الدم طبعا هذا مهم وزاري، مهم ووزاري. تعريف الدم هذا عندي الدم هو البلازما وكريات الدم. زين البلازما ايضا تعريفه. زين وكريات الدم عندي كريات الدم الحمر وكريات الدم البيض. ناخذ كريات، هاي اكو يعني فروقات بين كريات الدم الحمر وكريات الدم البيض ووزاريات ذني. هسه بعدين خلينا اول مره ناخذ تعريفين. هذا التعريف وعدي شنو وظيفة كريات الدم الحمر؟ وظيفتها تنفسية. ليش؟ لاحتوائها على صبغة الهيموغلوبين المكونة من مادة بروتينية. يعني هاي طبعا الأحياء الموقع والوظيفة مهمات. هاي وظيفة كريات الدم البيض مهم. زين نجي على، راح ألخص ماماتي كريات الدم البيض وكريات الدم الحمر، يعني الفروقات. خلينا راح أحكي على كيفي وانتو كتبوا ورقة وقلم. كريات الدم الحمر أولا ذات قرصية الشكل، يعني كريات قرصية الشكل لها مضغوطة من الجانبين، مضغوطة من الجانبين حمراء اللون. كريات الدم البيض كريات عديمة اللون وشكلها يعني غير ثابت. كريات الدم الحمر وظيفتها تنفسية لاحتوائها على صبغة الهيموغلوبين المكونة من مادة بروتينية. كريات الدم البيض وظيفتها دفاعية، يزداد عددها عند حصول التهابات بالجسم. كريات الدم الحمر قطرها 8 مايكرون، هذا القطر مالتها. كريات الدم البيض قطرها من 6 إلى 15 مايكرون. كريات الدم الحمر عددها بالذكور 5 مليون، يعني كرية، والأناث 4.5 مليون. كريات الدم البيض 8000 كرية، كرية وستة آلاف أعتقد، أي هايات 6000 الكرية عند الأناث، بالذكور 8000 وبالأناث 6000. كريات الدم الحمر لها نواة في بداية تكون، يعني تفقدها، لها نواة في بداية تكوينها تفقد في مرحلة اللاحقة، في مراحلها اللاحقة. كريات الدم البيض لها نواة هي أكبر من كريات الحمر. يكون بالكريات الدم الحمر يقوم النخاع العظمي بتكوينها في البالغين، أما الأطفال قبل الولادة فيقوم الكبد والطحال بتكوينها. كريات الدم البيض مجموعتان تصير، مجموعتان هي حبيبية مفصصة النواة يتكون من نخاع العظم وغير حبيبية السيتوبلازم وغير مفصصة. باعوا هسه عندي كريات الدم البيض. لماذا سميت بكريات الدم البيض؟ لانعدام صبغة الهيموغلوبين فيها، لانعدام صبغة الهيموغلوبين فيها. زين هسه نقسم، ويمكن تقسيمها الى مجموعتين من اساس حبيبات في السيتوبلازم. حبيبة ذات نواة واحدة مفصصة يكون في نخاع العظم، وغير حبيبية وغير مفصصة النواة تتكون في العقد اللمفاوية وقابلية على تكوين اقدام كاذبة. هسه الفرق بين كريات الدم البيض وكريات الدم الحمر كلش مهمات ووزاريات. ناخذ الصفيحات الدموية. احنا قلنا الجهاز، مكونات جهاز الدوران الدم والصفيحات الدموية وكريات الدم. زين شنو عندنا؟ الصفيحات الدموية تعريفها، تعريف الصفيحات الدموية هذا تعريفها. هنا تتكون من، في نقل عظم وتساهم في عملية تخثر الدم. الصفيحات الدموية هذه تعريفها.
وايضا شو نقول، مثل ما نقول صفاتها او مميزاتها، نقول هي اجسام صغيره، هاي مميزاتها. قطرها 2 مايكرون، هاي اول وحده. 2 تكون بيضاويه وقرصيه الشكل. 3 خاليه من النواه. 4 تتكون في نقل عظم وتساهم في عمليه تخثر الدم. هذه 5 يعني، لو مميزاتها لو تعريفها انتم بكيفكم، المهم حفظوها. هسه نجي على القلب. تعريف القلب هو عضو عضلي مخروط الشكل موجود في القفص الصدري. تعريف القلب هو عضو عضلي مخروط الشكل موجود، موقعه هذا موقع ماما، في القفص الصدري بين الرئتين. موقعه في القفص الصدري بين الرئتين. أو هنا تقول تكون قاعدته نحو الأعلى ورأسه نحو الأسفل مائلة نحو اليسار قليلا، وهو محاط بغشاء رقيق يتكون من نصفين يفصل بينهما حاجز عضلي. كل نصف منها يتكون ردها عليا رقيقة الجدران تسمى أذين، وردها سفلى سميكة الجدار تسمى البطين. هذا النيء فراغات. زين، هنا عندي يفصل بين كل أذين وبطين صمام قلبي ثلاثي. خلينا نعرف الصمام القلبي الثلاثي. أقول هو صمام قلبي يتكون من 3 صفحات صفائح. هو صمام قلبي يتكون من 3 صفائح مهمة، تنظيم مرور الدم من الأذين إلى البطين. هذا من هو صمام قلبي ثلاثي. زين، عندي بعد شنو؟ هو صمام قلب ثنائي أيسر يتكون من 2. هنا عدد ضربات القلب بالإنسان البالغ 70 ضربة في الدقيقة. أما في حالة بذل مجهود عضلي أو الرياضة والخوف أو الأمراض المختلفة فإن هذا العدد سيتغير. هذه فراغات. نأخذ الأوعية الدموية. تنتشر في جسم الإنسان 3 من الأوعية: الشرايين والأوردة والأوعية الشعيرية. الشرايين، تعريف الشرايين، تعريفها هذا كله تعريفها لحد هنا. زين، وهذا الأوردة، هذا كله تعريف الشرايين وتعريف أيضا الأوردة، يعني ما ملخص هي كلها حفظوها. زين، الأوعية الدموية الشعيرية هي أيضا تعريفها. زين، دقيقة هنا. قبل الأوعية نأخذ بالأوردة بالشرايين. هذا هنا، هذا علل بالشرايين ماماتي. يكون لون دم الشرايين عدا الشريان الرئوي، باعوا، يكون لون دم الشرايين عدا الشريان الرئوي يكون أحمر قاني. ليش؟ هذا علل. الجواب شو نقول؟ لاحتوائها على كمية عالية من الأكسجين. لاحتوائها على كمية عالية من الأكسجين. زين، هنا أيضا شنو بعد؟ لا ماكو شيء هنا. لا، هنا هذا الشرايين يكون لون دمها. هنا بالأوردة يكون لون الدم، هذا يكون لون الدم بالأوردة أحمر قاتم. ليش؟ نقول لأنها دم غير مؤكسج، أي كمية الأكسجين فيها واطئة. لأنها شو نقول؟ أعيد بالأوردة التعليل. يكون لون دم الأوردة عدا الأوردة الرئوية أحمر قاتم. ليش؟ لأن دمها غير مؤكسج، لأن دمها غير مؤكسج أي كمية الأكسجين تكون واطئة. قلنا الأوعية الدموية، الأوعية الدموية تعريفها هذا ما بيشيل. الأوعية الدموية الأوردة، نأخذ الأوردة. عندي الوريد الأجوف الأعلى، هذا حفظ، وهذا كله حفظ. هاي الأوردة، الوريد الأجوف الأعلى والأسفل والرئوية والتاجية، هذني كله حفظ. نأخذ الشرايين أيضا حفظ، يعني النبض حفظ. زين، جهاز تخطيط القلب تعريفه، أي هو جهاز كهربائي، هم حفظوا. الفائدة من الجهاز معرفة عمل القلب. زين، ايش عندي بعد؟ ناخذ الدورة الدموية الكبرى. هذا ماما تيجي فراغات، ما ان اول حد من حدد، منو اول من حدد الدورة الدموية في جسم الانسان؟ هو ابن النفيس، العالم العربي ابن النفيس. هذا فراغات. الدورة الدموية الكبرى والدورة الدموية الصغرى والدورة الدموية الكبدية، هذني حفظ، يعني مقارنة كل من والنقاط مالتها. نجي على اليمن على فقدان الوعي الاغماق، هذا حفظ. زين، ايش عندي بعد؟ فصائل الدم.
فصائل الدم هذني الجدول نقول حفظ، حفظ الجدول. زين اكو تعليل يقول التعليل يجب التأكد من فصيلة دم الشخص، هعيني يجب التأكد من فصيلة دم الشخص قبل عملية نقل الدم إليه، لأن عند نقل الدم بين فصائل متضاربة كريات الدم راح شنو راح سوف تتحلل. هذا الجواب، هذا علل. خلنا عيده، يجب التأكد من فصيلة الدم، يجب التأكد من فصيلة دم الشخص قبل عملية نقل الدم إليه. ليش؟ لأن نقول لأن عند نقل الدم، لأن عند نقل الدم بين فصائل متضاربة فإن كريات الدم سوف تتحلل وتترسب في أنسجة بعض الأعضاء كالكليتين والرئتين والدماغ، مسبب توقفها عن العمل، ومن ثم الشخص وفاة الشخص الذي نقل إليه. هنا أيضا أكو تعليل، هنا قايل هذا بال شو اسمه هنا ها هنا يكون الأمر أكثر تعقيدا عند زواج هذا الامرأة فصيلة دمها RH سالب برجل فصيلة دم RH موجب، لذلك يؤدي إلى تهديد حياة الجنين واحتمال موته، يؤدي إلى حياة الجنين واحتمال موته. شو نقول؟ يجب فحص مجاميع الدم قبل الزواج، يجب فحص مجاميع الدم قبل الزواج، وذلك الجواب وذلك عندما يكون فصيلة دم المرأة RH سالب، هذا الجواب، والرجل فصيلته RH موجب، يؤدي إلى شنو؟ إلى تهديد حياة الجنين واحتمال موته. زين هنا عندي الموقع العامل الرئيسي الـ RH وين موقعه؟ نقول بكريات الدم الحمر، الموقع الـ RH يعني بنسبة 85% نقول على سطح كريات الدم الحمر. زين بعد شنو؟ ناخذ عملية تخثر الدم، تعريفها، هذه تعريف عملية تخثر الدم، تعريفها بعد شنو؟ هذني نقول تتكسر الصفائح الدموية ويفرز بروتين خاص يسمى ثرموبلاستين، هذا تعريفه، خلينا نعرفه، وهو بروتين خاص ينتج من تكسر الصفائح الدموية، ويوجد في الكالسيوم، هعيني في الدم، يقوم بتحويل بروتين غير فعال من موجود في الدم. زين زين هنا عندي هذه يجي على شكل فراغات، هم مقروء أبي شيء هنا عيني، هنا يقول لماذا تحس هذا، لماذا تحس بالنبض، يقول لماذا تحس بالنبض عند الضغط على الشرايين. هنا الجواب يقول لماذا تحس بالنبض عند الضغط على الشرايين ولا نحس به عند الضغط على الأوردة؟ لأن الدم في الشرايين يندفع بقوة نتيجة تقلص البطينين ودفع الدم في الشرايين إلى جميع أجزاء الجسم. زين بعد شنو ناخذ؟ شنو تبرع بالدم لو شنو؟ خل نشوف بعد ايش نسينا. يلا ماكو شيء. زين ناخذ التبرع بالدم، هذه شروط التبرع بالدم، هذه مهم وزاري، نقول هاي ما بيشي التبرع بالدم بس الشروط التبرع بالدم. زين الجهاز اللمفاوي تعريفه، تعريف الجهاز اللمفاوي هذا نعرفه، وتعريف اللمف، اللمف هو بلازما، بلازما الدم المترشح من الأوعية الشعيرية الدموية مع بعض كريات الدم البيض، ويحمل يعني يجعل التبادل مع محيطها سهل، اللمف يسير بأقنية صغيرة لمفاوية موازية الدوران بس. هذه زين شنو بعد؟ عندي العقد اللمفاوية تعريفها وأهميتها،
تقوم بتنقية اللمف من البكتيريا، تعريفها وأهميتها. الأقنية اللمفاوية هذن النقاط، النقاط. الطحال هسه تعريفه وشنو مميزات الطحال أو تكوينه، أو نقول وشنو موقع الطحال، موقع وين يقع؟ تحت المعدة. موقع الطحال تحت المعدة. زين بعد شنو هذني النقاط مالاته، كل شيء ماكو. بعد هسه نجي على الرياضة، تعريفها. هاي الرياضة تعريفها، تعريف الرياضة. زين بعد شنية نقول هذه ماما، هل إزالة اللوزتين اللتان تلتهيان باستمرار بعملية، تلتهبان باستمرار بعملية جراحية من قبل بعض الناس سيؤثر على مناعة؟ نقول علل. لا لو يعني لا لو الجواب نقول يقول لي نقول كلا. الجواب نقول لا تؤثر. يعني ايه يقول لا تؤثر؟ لوجود عقد لمفاوية كثيرة وغيرها. لا تؤثر لوجود عقد لمفاوية كثيرة غيرها. زين مرض ضغط الدم تعريفه، هذا تعريفه هنا، وهذا حفظ أهم المؤثرات على ضغط الدم. العلاج والوقاية أيضا نحفظوهن. نأخذ النوبة القلبية تعريفها، والعراض هذا الأعراض والعلاج والوقاية هم حفظوها، بس أكدوا على الأعراض. السكتة القلبية تعريفها. الجلطة الدموية أيضا تعريفها، وهنا عندي بالجلطة الدموية تعليل. يقول يصاحب الجلطة القلبية عادة شلل نصفي للجسم، هذا السؤال علل. الجواب نقول بسبب عدم وصول الدم مع الأكسجين للدماغ أثناء حدوث الجلطة القلبية. وهذني العلاج والوقاية أيضا حفظ. نصف الدم الوراثي أيضا تعريفه، هذا وحفظوه، هذا تعريفه حفظوه. وفقر الدم فقر الدم وحفظوه، والأعراض والوقاية والعلاج. زين ناخذ الأسئلة. الأسئلة هذني كليتهن ماما التعاريف يعني موجودات. كريات الدم الحمر والدم البيض والقلب ذني أيضا موجودات، يعني كل وحدة وتعريفها. وهاي الشرايين والأوردة، وهاي كريات الدم الحمر، وهذن كلهن تنتج بالأسم، كل من الدورة الدموية الكبرى والدورة الدموية الصغرى والدورة الدموية الكبدية. هاي الأسهم موجود، كله موجود. اختار الإجابة الصحيحة. أولا أحد هذه الأوردة تصب في الأذين الأيمن، عدي بالهذا هذا الجواب الصح بالأوردة الرئوية. المريضة هدى فصيلة دمها بي، تستطيع أن تأخذ الدم من شخص فصيلة دمه، هذا الجواب جيل فقرتين طبعا هذا الباء والجيم. في عملية تخثر الدم تتكسر الصفائح الدموية ويتكون بروتين تسمى هذا الدال. زين الرابعة اللمف عبارة عن هذا الكريات البيض، فسر العبارتين هذني وزاري. تسمى كريات الدم البيض بهذا الاسم أخذناه، قلنا لأنها تحتوي على صبغة الهيموغلوبين، تحتوي على صبغة الهيموغلوبين. أعداد كريات الدم الحمر في الذكور هي أعلى منها في الأناث، لأن كريات الدم الحمر وظيفتها نقل الغازات التنفسية ونقل الأكسجين اللازم لأكسدة الغذاء في الخلية. زيادة أعداد الكريات البيض عند الإصابة بالأمراض نقول لأن وظيفتها الدفاع عن الجسم ضد الأمراض. ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، طبي قبل الزواج، وهذا وزاري، لمعرفة العامل الرئيسي. يموت الطفل الثاني إذا كان RH موجب وأمه RH سالب وأبوه RH موجب، وإذا لم تعطى الأم يعني المصل المضاد RH بعد الولادة الأولى يسلم الطفل الأول، والمصل المعطى يؤدي إلى سلامة الطفل الثاني. صحح العبارتين الآتيتين إن وجد فيها خطأ. خلينا نشوف بها خطأ. تقوم العقد اللمفاوية بتنقية الدم من ثنائي أكسيد الكربون، هنا خطأ. نقول تقوم العقد اللمفاوية بتنقية الدم
من البكتيريا، مو ثنائي أكسيد، من البكتيريا مو ثنائي أكسيد الكربون. يلعب الطحال دورا مهما في تكوين الكريات البيض عندما يعجز نخاع العظم عن ذلك، بالإضافة إلى تحليل الكريات الحمر الميتة وخزنها. نقول يلعب الطحال دورا مهما مو الكريات الدم البيض، لا، بالكريات الدم الحمر، كريات الدم الحمر هعني. وقايل عندما يعجز نخاع العظم وذلك بالإضافة إلى تحليل الكريات الحمر الميتة، لا، نقول وضع موادها الأولية بالدم. جد الإجابة الصحيحة أحد فصيلة أي، لديه ثلاثة أصدقاء، حسن فصيلة دم أي بي، ومحمود فصيلة دم فصيلة دم أي، ومحمد فصيلة دم أو. إذا احتاج أحمد للدم أي من أصدقائه يمكن يتبرع له؟ الجواب نقول أحمد فصيلته أي، يأخذ من محمود فصيلته أي، ومحمد يأخذ فصيلة دم أو. هاي مو مهمة، وهذا هو خلص، وبالتوفيق يا ربي.